مسابقة المواهب الذهبية. تمثل هذه المسابقة نموذجاً فريداً في تعاون وتضافر جهود قطاعات الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة في تقديم مشروعات ثقافية تساهم في الكشف عن مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة في مختلف محافظات مصر ورعايتها. وتأتي الدورة الثالثة لهذا العام 2020 في ظروف بالغة الصعوبة إثر ما أصاب العالم جراء جائحة كورونا. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. كانت البداية في عام 2018 عندما أطلق صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية مسابقة المواهب الذهبية في دورتها الأولى. إذن مشاهدينا بنجدد معاكم الترحيب، لسه مكملين معاكم فقراتنا وحواراتنا في هذا الصباح. النهاردة مشاهدينا 3 ديسمبر، يوم بيفكرنا بيوم مهم جدا العالم كله بيحتفل بيه، مش بس مصر، هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. النهاردة في هذا الصباح بنحتفل معاكم احتفالية خاصة جدا بذوي الهمم ومواهب ذهبية لذوي الهمم. زي ما بنتابع القيادة السياسية طبعا ورئيس عبد الفتاح السيسي على رأسها بيأكد في كل المحافل وفي كل المؤتمرات بضرورة إشراكهم في الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، كمان الحياة الاقتصادية، إشراكهم بشكل كبير جدا داخل المجتمع، وأنه المجتمع كله يهتم بيهم اهتمام خاص لأنهم بالفعل قدرات ومواهب متميزة جدا داخل المجتمع. بنحتفل معاكم في هذا الصباح باحتفالية بذوي الهمم واحتفالية ذهبية اللي قامت بيها وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللي قامت بتوزيع جوائز مهمة جدا في مسابقة المواهب الذهبية. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الكرام اللي مشرفينا على شاشة قناة النيل للأخبار. هرحب بدكتورة هادية صابر، وهي نائب رئيس جمعية البلد اليوم المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية. صباح الخير دكتورة هادية. صباح النور، أهلا حضرتك أستاذة حنان. أهلا بحضرتك كمان. برحب بضيفتي اللي منورانا ومشرفانا هبة عزمي، وهي مطربة فائزة بمسابقة المواهب الذهبية من ذوي الهمم. برحب بيك يا هبة. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل. يعني خليني في البداية أتكلم معاك يا هبة، وانتي بطلتنا النهاردة في هذا الصباح، يعني كلميني ازاي بدأتي تقدمي وتشاركي في مسابقة المواهب الذهبية من البداية؟ في الحقيقة دي تاني سنة نشارك بيها في مسابقة المواهب الذهبية. كنا شاركنا أول سنة خالص في مسابقة الغناء الجماعي بفريق اسمه نور اسكندرية، احنا من اسكندرية أصلاً. الفريق مكون من 10 أفراد، 5 فتيات و5 شباب، تحت يعني إدارة الأستاذ حنان حشيش رئيس مجلس إدارة جمعية دنيتنا المكفين في اسكندرية. فهي اللي كانت مقدمة لنا في المسابقة الأولانية، وبعد كده دكتورة هادية قالت لنا إن احنا في مسابقة تانية وتم الإعلان عنها، فكانوا بيشجعونا بقى إن احنا نقدم يعني جماعي، قدمنا جماعي وقدمنا فردي. ففي كذا حد من الفريق قدم فردي، كنت انا من ضمنهم يعني، وربنا وفق الحمد لله واخدنا مراكز، وكان من احلى يعني الحفلات اللي عملناها، ويوم ما يتنسيش بالنسبه لنا كلنا يعني. اكيد صوت مميز جدا يا هبه، صوت مش عايزين نحرم المشاهدين منه. يعني انت مطربه
فزتي بجائزة مهمة جدا، جائزة ذهبية، يعني ده يخليني عايزة أسمع أنا والمشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي صوتك يا هبة. ربنا يخليك. طيب أوكي، يعني تحبي تغني معانا إيه؟ غني لنا إيه يا هبة دلوقتي؟ أنا هغني حاجة لنور الهدى اسمها يا ساعة بالوقت أجري، أنا بحب الأغنية دي أوي، يعني هغنيها بقى. اتفضلي اتفضلي يا هبة. يا ساعة بالوقت اجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت اجري، خلي الحبيب يجي بدري. يا ساعة بالوقت اجري، فضلت استنى قربه واخلص اليه في الغياب. فضلت استنى قربه واخلص اليه في الغياب، ولما اشوف نفسي جنبه انسى ليالي العذاب. يا ساعة يا ساعة يا ساعة يا ساعة بالوقت يجري. الله يا هبة، صوت يا مميز جدا، صوت جميل، يعني غيرت لنا المود كده الصبح، فعلا طاقة إيجابية، موهبة مميزة جدا من هبة، يعني بالتوفيق يا هبة. طيب ده هيخليني أتكلم معاكي دكتورة هادية، وأنتي نائب رئيس جمعية البلد اليوم المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية. كلمينا من البداية، عايزين نعرف المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا الفكرة جت إزاي، وإزاي وصلتوا للعدد ده من المواهب. احنا بنشكركم على الفرصه دي ان احنا نكون موجودين معاكم، وتلفزيون مصري هو اساس الاعلام في مصر كلها، فشكرا ليكم. شكرا. والنهارده يوم حدث غير عادي، وهو اليوم العالمي لاشخاص ذوي القدرات الخاصه على المستوى العالمي، فيعني فرصه جميله جدا ان احنا نحتفي بحدث وبفعاليه مهمه بتحصل كل سنه. السنه دي هو الموسم الثالث للمسابقه، الحمد لله وفقنا ان احنا بدأنا من 2018 مع إعلان سيادة الرئيس بأن عام 2018 عام للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وبدأنا من السنة دي الإعلان عن المسابقة، واشتغلنا عليها الحمد لله في 2018، وكان في معنا نجوم كتير ومتميزين. بعد كده الموسم الثاني في 2019، وجه في 2020 كان في تحدي الجائحة اللي على مستوى العالم ككل، لكن بتوفيق ربنا وبإحساسنا بقد إيه المواهب اللي معانا متميزة، وإنها هتقدر تتغلب على الطاقة السلبية اللي موجودة في العالم كله، وندي طاقة إيجابية وصورة إيجابية بالوصول للموسم الثالث وتحقيقه الحمد لله. وكان حفل الختام يوم الأحد. إحنا حريصين إن إحنا نواصل صورة إيجابية ومتميزة عن الأشخاص ذوي القدرات الخاصة لكل المجتمع ولكل العالم ككل، لأن الأمر حضرتك النظرة بتكون محدودة جدا، لكن هم عندهم مواهب وإمكانيات عالية جدا، بس هي الفرصة لما بتتاح بيظهر تظهر هذه المواهب وهذه الإمكانيات. طيب دكتورة هادية، يعني ده الموسم الثالث للمسابقة، إيه اللي بيميز الدورة دي الدورة الثالثة من ناحية المواهب المقدمة؟ السنة دي كان عندنا برغم زي ما بقول حضرتك الظرف الحالي، إلا أن احنا قدرنا نوصل لطلبة من طلبة الجامعة، الجامعات على مستوى الجمهورية، فكان معانا من جامعة جنوب الوادي وجامعة قنا وجامعة المنصورة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس، فده كان بيؤكد على أن الشباب هم الدافع اللي جاي، وأن قدراتهم دايما هي في المقدمة. احنا بنوصل الحمد لله لعدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، وبنقدر نقدم المواهب دي وندعمها انها تبقى معانا في بعد فترة التقديم في فترة التدريب. وده الحمد لله، يعني ممكن يعني برضو هبة تتكلم في الجزئية دي وتوضحها. انا عايزة كمان اسأل هبة، يعني ازاي يا هبة اهلك ومامتك وباباك يستقبلوا مشاركتك في المسابقة؟ هل كانوا متحمسين للموضوع؟ بصي حضرتك، هو انا اصلا يعني الحمد لله، يعني الحمد لله بغني من زمان، وهم يعني
كانوا طول عمرهم بيشجعوني وكده، واي حاجه بتبقى فيها طبعا تنافس وتحدي ده بالنسبه لنا احنا بيبقى فرصه ان احنا نثبت نفسنا اكتر. اكيد. فطبعا هم لما يعني انا لما هم عرفوا يعني انا عندي يعني اسرتي يعني دلوقتي ما عنديش غير بنوتي، فهي اكتر فهي اكتر واحده كانت بتشجعني، وحتى كانت بتيجي معانا وجت معايا بروفال جنرال قبل التدريب الحفله، وجت معايا الحفله وكانت مبسوطه طبعا ان مامتها يعني هتحقق مركز وكده. فده كان بالنسبه لي في علاقتي بيها فرق كتير، لانها كانت فخوره بيا. فده حاجه اكيد دي حاجه جميله جدا يا هبه، يعني خلي. اكيد هي هتطلع يعني انت القدوه بتاعتها، انت المثل الاعلى بالنسبه لها في كل شيء اكيد. طيب انا عايزه اعرف منك برضو يا هبه، ازاي اتدربتي، ازاي استعديتي للمشاركه في المسابقه؟ طبعا هو دكتور هادية وكل الأساتذة والدكاترة من أكاديمية الفنون والموسيقيين وكلهم كانوا معانا خطوة بخطوة في اختيار من أول، يعني احنا بنقدمنا أول ما قدمنا الحمد لله وكسبنا يعني أو يعني دخلنا التصفيات، كانوا معانا بقى في الأغاني اللي هنختارها وهنغني إيه في الحفلة سواء جماعي أو فردي، وكان في بروفات كتيره جدا، عملنا بروفا جنرال كمان قبل الحفله عشان نتاكد ان كل حاجه مظبوطه مع الاوركسترا اللي كان موجود، وكان في اوركسترا رائع. ويعني طبعا دي بالنسبه لاي حد بيغني، يعني احنا كفريق بنغني في اماكن كتير في اسكندريه، ولكن الحفله في القاهره دي فرقت معانا لان كل حاجه كانت على اعلى مستوى، الساوند سيستم كان على اعلى مستوى، الاضاءه الديكور بصراحة هم ما خلوش حاجة غير لما كانت 100%. فكان بالنسبة لنا ده بيدفعنا، يعني أنا لما بشوف أوركسترا أنا بغني معاهم بروفيشنالز على أعلى مستوى ومايسترو على أعلى مستوى وناس على أعلى مستوى، أنا عايز أعمل أحسن ما عندي بقى عشان يعني أطلع كل يعني أكمل الصورة الحلوة دي، ما تبقاش أنا اللي عاملة حاجة مش مظبوطة. فبتدرب زيادة أكتر ومع إرشادهم ليا ولا دي غني دي كذا ودي طريقه دي احسن في الغنى وكده، كل ده بيفرق يعني معي. هو عده عوامل للنجاح خلينا نقول، من التدريب لفريق العمل كله اللي حريص انه يخرج العمل على اعلى مستوى. طيب ده هيخليني اسالك دكتوره هاديه وانت معانا مشرفانا، يعني المسابقه اكيد هي نموذج جميل، نموذج للمساواه مع كل افراد المجتمع حتى في الموهبه. ازاي رصدتي فرحه وحماس المواهب اللي مشاركه؟ هو طبعا فرحتهم بدايه من اول ما بيقدموا المسابقه حقيقي. يعني هي فكره ان يكون في فاعليه وحدث بيهتم ان هو يكتشف مواهبهم ويديهم الفرصه ان هم يقدموها للمجتمع بشكل مشرف بشكل احترافي، هي دي كانت النقطه اللي احنا شغالين عليها، وده بمساعده طبعا الشراكه مع وزاره الثقافه. هي المسابقه يعني كانت صاحبه العرض والمشروع جمعيه البلد اليوم، ووزاره الثقافه تفضلت بمشاركتنا واشتغلنا على المشروع من 2018 تحت رعايه الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدايم، وكان شريك معانا اساسي طبعا صندوق التنميه الثقافيه رئاسه الدكتور فتحي عبد الوهاب. والعمل عارف حضرتك العمل الجماعي دايما يتميز بان هو فيه عطاء متنوع يعني من كل الانواع. وكان أساس التنوع في المسابقة لجنة التحكيم اللي بتتكون من أساتذة متخصصين كلهم، وده كان واضح جدا في الأداء الفني اللي هم قدموه في الحفلة وفي الفرقة اللي موجودة على المسرح ككل، يعني موسيقى ونوتة وغناء واختيار أغاني بتتناسب مع طبقات الأصوات بتاعت كل المشاركين معانا. فالحمد لله إن كان كل اللي موجودين في الحفلة سواء مشاركين كانوا سعداء جدا وحاسين ان هم قدروا فعلا يوصلوا لدرجه من الاحترافيه، يبقوا واقفين على خشبه مسرح الجمهوريه قد ايه هو مسرح عريق وبيمثل بالنسبه لنا قيمه كبيره كلنا في مصر. اكيد. وفي نفس الوقت ورا اوركسترا قدام اوركسترا كبير ومتميزين ومايسترو متميز دكتور مدحت عبد السميع. فكان الحمد لله يعني انا شايفه انها كانت فرصه فعلا ذهبيه ان كل نجم من النجوم قدر يقف على المسرح ويقدم نفسه. فكانت يعني فرصة رائعة وهم كانوا سعداء بيها جدا، وكان السعادة الأكبر للمتلقين حضرتك، ده اللي بيخلينا الحمد لله دافع لينا ان احنا نستمر. طب دكتورة هادية ده هيخليني أسأل حضرتك سؤال، نوعية الجوائز اللي تم تقديمها في المسابقة؟ هو كانت الجوائز متنوعة ما بين في جوائز مادية وجوائز دروع
ميداليات اللي هي اللوجو المسابقة بيتم تصميمه وشهادات تقدير، وبيتم تقديم شهادات مشاركة لكل اللي قدموا في المسابقة معانا، لأن احنا عندنا اقتناع مهم جدا ان كل المشاركين فايزين معانا. طيب خلينا نتكلم مع هبة، يعني عايزة أعرف منك يا هبة إزاي تعاملتي مع الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها كل العالم وطبعا بتمر بيها مصر وهي جائحة كورونا، إزاي كنتي بتبقي حريصة أنك تتدربي؟ هل الظروف دي أثرت عليكي خلال فترة التدريب؟ هي طبعا الظروف دي أثرت علينا كلنا يعني زي ما حضرتك قلتي، بس هو الواحد بيعمل الإجراءات الاحترازية اللي كل حد بيعملها، غسيل الإيدين أو الماسك أو كده، على قد ما نقدر. ساعات كنا يعني كنا بنفكر نعمل تدريبات أونلاين بالنسبة لنا إحنا كفريق، بس شوية كان صعب، كان لازم إن إحنا نتجمع عشان خاطر نتدرب على الأغاني اللي إحنا كنا مشاركين كفريق جماعي كمان، فكنا لازم نتدرب على الأغنية اللي إحنا هنشارك بيها وكده، فكنا على قد ما نقدر بناخد الإجراءات اللي المفروض ناخدها، بس في نفس الوقت عندنا يقين بإن إن شاء الله ربنا هيوفقنا ومش هيحصل حاجة ومش هيجي لنا كورونا وإن إحنا في هدف بالنسبة لنا عايزين نحققه، فده هو اللي خلينا ان احنا مكملين. طيب هبة زي ما بيقولوا كده ختامها مسك، عايزين نختتم حلقتنا النهاردة بأغنية جميلة منك يا هبة، تحبي تسمعينا ايه؟ سمع حضرتك ليلى مراد يعز من عيني. تفضلي يا هبة. يعز من عيني قلبي لقلبك مات، شريك وشاريني وش يعملوا العزال، يعز من عيني يعز من عيني، ده اللي مالوش يا حبيب ما تشوف عيونه الضيق يقضي عمره غريب، لا له وطن ولا حي، واللي ما طلش نصيب في الحب ما طل شيء، في الحب ما طل شيء، يعز من عيني يعز من عيني. الله يا هبة، بالتوفيق، ربنا يوفقك يا هبة، فعلا يعني أمتعتينا بصوتك، أمتعتينا بحضورك، يعني شرف لينا استضافتك يا هبة، أنا بشكرك، شكرا جزيلا هبة عزمي، وأنت مطربة فائزة في مسابقة المواهب الذهبية، شكرا جزيلا يا هبة. بشكرك دكتورة هادية صابر، وأنت نائب رئيس جمعية البلد اليوم المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية، شرفتينا يا دكتور. أنا بس بعد إذن حضرتك، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، أحب أقول إن إحنا تقديم النماذج المشرفة من النجوم الهدف منها إن كل إنسان عنده صعوبة أو عنده يعني احتياج إن هو يظهر للمجتمع يلاقي في النموذج ده قدوة، وياخد قوة دافعة لي ان هو يبقى موجود ويشارك. مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة. صعبة ولا في حاجة مستحيلة حقيقي. كله بالإصرار والعزيمة طبعا بتتحقق كل الطموحات والأفكار. أكيد. انا بشكركم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. اذا مشاهدينا، يعني دي كانت فقرتنا الحوارية الأخيرة معاكم في هذا الصباح، استنونا غدا فريق عمل جديد من هذا الصباح، الى اللقاء.